اتحل على المعاش وفاتح محل فاكهه محلين في الشارع، واحنا مدين الامان، احنا كلنا جيران في بعضنا واهليه، وهو يعتبر خالي يعني. يعتبر خالي يعني. قال لي تعالي في طلب خد اديه لماما، شالني يا ماما ونيمني على كنبه عنده في البيت، ويا ماما جاب السكينه من المطبخ، سكينه من المطبخ حطها جنبي على الكنبه وخلعني بنطلوني، وقال لي لو اتكلمتي لو صوتي ولا صوتك طلع هتبحك واعملي اللي انا بقولك عليه. خلعني يا ماما، وشفت بنتي بعدها بنتي متبهدله بس نكرت خافت منه، وبقت لما اجي انزلها الشارع روح هاتيلي طلب روح هاتيلي حاجه، بقت تخاف ان هي تنزل منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طبعا يعني خمس أطفال تعرضوا للتعدي الجنسي على يد مسن، والأهالي أولادنا براءتهم اندبحت. النهارده متابعينا ومتابعي مصر اليوم طبعا تم القاء القبض على المتهم، وامرت النيابه العامه بحبس المتهم 4 ايام ثم تجديد 15 يوم. والنهارده معانا يعني اسر الضحايا هيروا التفاصيل كامله. مرحبا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ انت درست شويه جدا؟ امال. مرحبا بيك. ازي حضرتك؟ طبعا بدايه بنعتذر، وعارفين بس احكي لنا ايه اللي حصل. بنتي راحت ترمي الزبالة، ماشي، خدها في بيته في النهار، مش بالليل ولا حاجة، بالنهار، معها 4 أطفال خواتها، ماشي، وجي اعتدى عليهم. البنت صرخت، ماشي، وجات قالت لي، رحت طلعت عملت كشف طب عليها، ماشي، قالوا له بنتك سليمة، بس طبعا ما ينفعش اسكت على الواقعة. بنتك سليمة؟ اه الحمد لله. يعني انا يعني ان هو يعني ما بهدلهاش بمعنى صح، ما لحقش ان هو يعمل حاجه، في تعدى عليها بس انا بس انا طبعا ما سكتش. كلميني يا استاذه، طبعا يعني انا عارف ان انت من داخلك منهاره زعلانه، كلميني بنتك جت حكت لك ازاي الوضع ازاي؟ قالت لي يا ماما هو عمل كذا، هو خدني في البيت وجاب لي السكينه، ماشي، وقال لي اخلعي ومش عارفه ايه، لما صوت واخواتها صوتوا، ماشي، في طفل منهم قال انا هروح اقول لبابا في سبع. يعني هو طبعا خد البنت وكان في معاه حد 4 أطفال، كان معاه 4 أطفال ومسك لهم السكينه، ماشي، الاطفال صوتت، طبعا الاطفال صوتت، ماشي، وطبعا جم قالوا لي انا طلعت على المركز عملت بلاغ، لكن في اثار تعدي. اكيد. هو طبعا هو شغال ايه ولا هو بيبيع خضار في السوق. تمام. دكتور نو كان معايا كموظف. كان موظف في الشباب والرياضه. حسيت ان كلمني كده ايه اللي حصل وعرفت ازاي الواقعه؟ انا لما حصلت الواقعه للبنت اللي هي كانت قبلنا دي وكشفت الحقيقه للكل، فكلنا خفنا على اولادنا فسالناهم. الراجل ده اللي مسكهم العيال نكروا في الاول، خافوا قالوا لا وكده. فبعدين في يوم كنت انا بطلع طوب فوق في بيتنا، فالعيال كلها ملمومه، قلت لهم تعالوا شيلوا معايا وادوكم ايه بسكوت وكده. العيال واقفه في الشارع فرحانه ومبسوطه، ويا رب ينعدم يا رب ما يطلع تاني يا رب. فالكلام كبير. الاطفال بتقول على الراجل ده حقيقي، الاطفال في الشارع مبسوطه وفرحانه، ويا رب ما يطلع ويا رب ينعدم. فانا في حاجه هزتني، العيال دول مالهم باعدام ومالهم بكده؟ بيقولوا على مين؟ على محمود. طب لا انتوا في بالكم ونفسكم بتقولوا هم بيقولوا على مين؟ بيقولوا على مين ومالهم اصلا؟ دول اطفال صغيرين، مالهم ومال الاعدام ومال الكلام ده؟ فخدت بنتي فسالتها ايه حبيبتي اللي حصل، قولي لي هتضربيني يا ماما؟ مش هضربك يا ماما، انا خايفه منه. لا يا حبيبتي هو بقى في السجن مش هيطلع ما تخافيش. قالت لي يا ماما انت كنت بعتاني اجيب لبن من المحل، وجده محمود، جده محمود شالني يا ماما وقال لي تعالي هديكي طلب خدي اديه لماما، انا دخلت عشان هو جده. بنتي عندها كام سنه؟ بنتي عندها 8 سنين. تمام، لسه طفله. طفله. تمام. شالني يا ماما 6 سنين و4 سنين. شالني يا ماما ونيمنا على كنبه وعمل فيه حاجات وحشه وخلعني البنطلون، وبقيت يا ماما اعيط، دخل المطبخ وجاب سكينه وحطها على رقبتي وقال لي انا عيطتي او سمعت صوتك هتبحك، ولو قلت المول لامك انا هتبحك. وبنتي مع تهديد السلاح ومع كل ده طبعا استحملت البهدله والعذاب اللي هو عذبه لي. وانا شفت بنتي بعدها وبنتي متبهدله بس نكرت خافت منه، وبقت اما اجي انزلها الشارع روح هاتيلي طلب روح هاتيلي حاجه، بقت تخاف ان هي تنزل منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طفله
لو اطفال يعني انتهت برايتهم. تخيل لما تبقى طفله روحي يا بابا هات لنا حاجه من الدكان ولا حاجه من تحت ماشي تقول لا اشوفه في الشارع اخاف واطلع. ده يرضي مين ده؟ يعني ده يرضي مين الراجل ده؟ انا عايز اعرف يعني استغل ده يرضي مين؟ وفي اطفال، في اربع اطفال في الشارع مش عايزين يتكلموا، خايفين يتكلموا. ليه؟ وقاعدين ال 24 ساعة معاه. ليه؟ ده كان واحد معانا في الشارع كان بيروح يصلي وكان بيحج كل سنه وقاعد في استنى يا استاذ اتحل على المعاش وفاتح محل فاكهه محلين في الشارع واحنا مدين الامان احنا كلنا جيران في بعضنا واهليه وهو يعتبر خالي يعني هو من العيلة امي فانا ما اديتش اخوانا يعني الراجل بيجي كويس ومحترم قدام الناس بس كجواه زباله مش بني ادم ده ديب سعران ان هو يعمل في اطفالنا الصغيره كده ده مش بني ادم ان عيله تخاف تنزل الشارع منه ان تلات اربع خمس بنات دي تروح تحكي لدي ودي تحكي لدي وخايفين يعرفونا والدي بتتقالم ودي بتتوجع ومن ضمنهم صوبي صعب حرام يعني هو تعدى جنسين على اطفال صبيان كمان اكبر سن فيهم 10 سنين اكبر سن في خمس بنات اربع بنات وولد اكبر سن فيهم 10 سنين واخد من 8 سنين بنتي اصغرهم هي واحده تانية 8 سنين وانت طالع. كلميني حضرتك يا فندم يعني لما بنتك ابتدت تواجهك او تصاحبك بالقصه حسيت بايه؟ حسيت بايه؟ ان شاء الله ما في اي ام تحس باللي انا حسيت بيه، حسيت ان انا نفسي اجيب سكينه وبتجه بطنه، حسيت بنار فيها مش عارفه كنت اطفيها ازاي. لما بنتي بتحكي لي كلام اكبر من سنها وكمان ايه؟ كمان ايه كان بيسمعهم مقاطع على التليفون ويقول لهم زي ما تشوفوا هتمثلوا. تعالوا اسمعوا اقسم بالله اقسم بالله العيال كلك بيقولوا كان بيفتح لنا التليفون احنا فعلا كنا بنشوف بس بنقول ايه ده فاتح لعيال كرتون ولا حاجه ولما العيال معاه السلم بنعدي جاري في الشارع بنعدي رايحين جايين عليه عادي مش مدين اي اخوانا واحد 68 سنه مع طفله 8 سنين انت تشك في عيل بيلعب معاه في الشارع انت تشك بس ما تشكش في جدها بتقول له يا جدي يعني انت فاهم متخيل يقعد مع العيال يفتح لهم مقاطع زباله ويفرج انه بيلعب مدي تليفون للعيال وقاعد معاه فاتح مقاطع زباله وزي ما هتشوفه زي ما هتعمله في اللي اعتدى عليه مره واثنين وثلاثه وفي اللي اعتدى عليه خايف بتهديد السلاح سكينه على رقبته البيت فاضيله طول النهار مراته بره في المحل والبيت فاضيله طول النهار ورغم ذلك ماشي عياله عايزين يجيبوا له شهاده ان هو معاق ذهنيه طبعا احنا عندنا نسق دائما فلا لا لا انا بناشد كل الهيئات مش واحد حاجي وبيصلي وعارف بيت ربنا وراحه ويبقى معاق ذهنيا ما فيش واحد موظف اغتصب بنت قبل كده في المركز الشباب والرياضه بتاع سحاقه والكل عارف الكل عارف بالواقع دي وكانت بنت كبيره كانت سنها 15 سنه ونقلوه من الشباب والرياضه هنا جه كفر الشيخ وعياله خدوه هناك سوى يجي ست شهور عمل مصيبه هناك ونزل هنا تاني يعني الكل عارف عنه وعن بلاويه بس طالما كانت بعيده عن الاطفال كنا ساكتين بس لما يبقوا اطفال مبسوطين وفرحانين في الشارع ويقولوا يا رب يا رب ينعدم شفت الطفله بتقولها ازاي ينعدم عشان نطلع نلعب ونلبس براحتنا يعني العيال كانت محرومه والله 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 بنتي واطفال معاها في الشارع وانا بشيل طوب واخده العيال معايا ينزلوا بشوف العيال ما رضاش ينزلوا العيال لما خلصت وجبت لهم حاجه حلوه العيال قاعدين بياكلوا وانا قاعده ملهيه في التليفون سمعت العيال ركزت مع العيال ليه مالهم الاطفال بعدم ولا ببتاع ولا كده وهيلبسوا وينزلوا براحتهم الشارع ليه خدت بنتي قالت لي يا ماما ده انا واصحابي كلك مش انا لوحدي يا ماما انتوا كلكم كنتوا مره قالت لا كان بياخدنا يا ماما كل واحده مره لوحدها وفي اللي مره وفي اللي اتنين وفي اللي تلات ويا ماما كان بهددنا بالسكين وكان كل ما يشوفنا في الشارع يعمل لنا على رقبتنا كده يعني اللي تتكلم هتبح عايز اقول النهارده للذئب البشري خلف انا عايزه انا عايزه اقول انا عايزه اقول يا اعدام يا اللي يا لا 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 قول عايز تقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه وكل ام تحط نفسها مكاننا كل ام تحط نفسها مكاننا كل ام مش عايزه تتكلم حسبي الله ونعم الوكيل فيه بنتك او كل ام مش عايزه تتكلم حسبي الله ونعم الوكيل فيه ان هي تسكت على حق بنته طبعا عارف واحنا عايزين القصاص بس
استاذه كلميني اخر رساله النهارده طبعا، كلميني كده لما اكتشفت ان بنتك تم التعدي عليها جنسيا، مين صحتك ازاي وقلت لي ايه؟ قال لي بقى الكلام اللي هتقول لك ايه. انا بنتي لما لقيتهم كده قاعدين مع بعض وبتكلموا، خلصنا شغلنا كله وخلصت محلي وخلصت اللي ورايا وخدت بنتي بالليل وطلعت بيها، فضلت جبت لها بتاع اندومي هي بتحبه وعملته لها واخدتها جنبي. قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ انت هتضربيني يا ماما؟ ما اعملش حاجه يا ماما مش عارفه. قلت لها لا انا حاسه بيكي قولي لي. قالت لي يا ماما انت هتضربيني. قلت لها ما تخافيش، هو انحبس لا حد هيضربك ولا حد هيعملك قولي لي. قالت لي يا ماما انت كنت بعتاني اجيب لبن من المحل. قال لي تعالي في طلب خد اديه لماما. شالني يا ماما ونيمنا على كنبه عنده في البيت، ويا ماما جاب السكينه من المطبخ، سكينه من المطبخ حطها جنبي على الكنبه وخلعني بنطلوني وقال لي لو اتكلمتي لو صوتي ولا صوتك طاح هتبحك واعملي اللي انا بقول لك عليه. خلعني يا ماما وعمل فيا حاجات وحشه من ورا. طفله 8 سنين الا واحده كبيره ما بتستحملش، 8 سنين يتعدى عليها راجل 68 سنة من ورا. بنتك بتقول لي يا ماما، بقيت اقول له يا جدو بطختي بتوجعني انا بتألم حرام عليك، بقى يقول لي هتبحك لو اتكلمتي. كلام يدني القلب، كلام يقطع القلب، كلام يخلي الواحد مش عارف يقول ايه. متابعينا متابعي مصر يوم، رصدنا لكم قصة مأساة امهات، خمس امهات يعني سمعوا كلام يهز نفس بشرية، مسن 68 سنة على المعاش، تعدى على الأطفال تحت تهدي السلاح، تم تحرير محاضر صح؟ أيوه عملنا محاضر، وأمرت النيابة العامة بتحويل الأطفال للطب الشرعي للكشف. المسن أو الراجل الذئب البشري محبوس دي رسالة ديب سعران الأمهات كان داري معانا في الشارع على إنه بني آدم، بس مش بني آدم ده ديب كان عامل إنه بني آدم وبيصلي وعارف ربنا وبيحج وبيصوم، بس هو للأسف يهودي، كان يهودي على غير الملة، كان بيسحب الأطفال الصغيرة تحت تهديد السلاح وياخدهم صبيان وبنات ويغتصبهم. يبقى ده إيه؟ يبقى ده إيه؟ ده إيه؟ حيوان. حركة الأم في نهاية الحوار سؤال، بيغتصب الأطفال صبيان وبنات يبقى ده إيه؟ متابعين